دعما للفن السابع ومن أجل الارتقاء بواقع السينما في سوريا، عقد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع سينماتيك، والذي يعني مركز الأرشيف. السينماتيك أختنا العزيزة هو مركز يعني موجود في الدول التي حقيقة تستند إلى حضارة ثقافية وفنية. السينماتيك هو أيضا يكمل المشروع الذي نقوم به في المؤسسة العامة للسينما إلى جانب الإنتاج ودعم الشباب ومهرجان السينما وإحداث معهد عالي. إحداث معهد عالي للسينما يجب أن يكون مترافق مع وجود ما نسميه بالسينماتيك أو الأرشيف الوطني، لا سيما أن الأرشيف الوطني في سوريا يحتوي ما هو آتي: لدينا أفلام عالمية لمخرجين كبار في تاريخ السينما، لدينا الأفلام السورية بقطاعيها العام والخاص، لدينا الأفلام القصيرة التي غطت جوانب الحياة في سوريا. وجود هيك مشروع بسوريا أنا برأيي موضوع جدا مهم، لأن بالنسبة لكل المهتمين بالشأن السينمائي، مو بس يعني إذا كانوا طلاب أو ناقدين أو باحثين أو حتى ناس عاديين بيحبوا يشوفوا شيء من عالم السينما ما هو متوفر على الديفيديات وما فيهم يشوفوا بالأحوال الطبيعية وين من كان. إحداث معهد عالي للسينما من شأنه تطوير العمل السينمائي ويخلق بيئة محترفة لصناعة الأفلام بأيدي وطنية ومحترفة في سوريا.